حياتنا ماشية عادي، بنفكر إن كل حاجة فيها وكل نعمة ادهالنا ربنا حق مكتسب وحاجة عادية. بس لما الظروف بتتغير ونفقد نعمة من النعم دي وبرضو الحياة بتستمر، بنحس وقتها بعمل ربنا في حياتنا، وبيبقى مصدر قوتنا وصديق شخصي لينا. بناخد بالنا وقتها قد إيه هو مهتم بكل تفصيلة صغيرة، وإزاي بيبعت لنا أشخاص قلبهم مليان محبة عشان يساعدونا ونرجع تاني نعيش بشكل تقريباً طبيعي. وده بالظبط اللي حصل مع عم صبحي اللي هنعرف حكايته دلوقتي. أنا تعينت في مصنع نسيج من سنة 90، من سنة 90 لسنة 2000. سنة 2000 جالي انفصال في الشبكية وترقف على الجسم الزجاجي، ما بقتش أشوف. أنا في البداية عشان يعني ما أكدبش عليك كانت نفسيتي زي الزفت، ما كنتش بحب أطلع الشارع كتير عشان الناس كانوا ما بيشوفوني بيشفقوا عليا ويقولوا لا حول ولا قوة، طب انت لسه شباب والكلام دوت. الموضوع دوت كان بيتعب نفسيتي، وخاصة لو رحت أي مناسبة، أنا بحب المناسبات يعني وبحب أتحرك كتير وكده، فكانوا الناس يقولوا إيه ده مش شايف إيدينا وهو بيسلم علينا يا حول الله، وطبعا نفسيتي إيه تتعب أكتر. فبقيت قررت إن أنا ما أنزلش من البيت. لا صدقني أنا كمان جسمي كان شقيان وواجد على الجري والشقة والكلام دوت، طبعا ما استسلمتش. بقيت احاول اساعد، عندي المدام في البيت بقيت اساعدها لو عاوزه اي حاجه يعني من تحت كده، اعمل اي حاجه في البيت. لكن يا ترى نقطة التحول في حياة عم صبحي جت إزاي؟ بدأ الموضوع في الخدمة عندنا. الموضوع الأول كان صغير خالص، كانت الاجتماع كله عبارة عن فردين أو ثلاثة بس، مع برضو اثنين أو ثلاثة من الخدام. كان الموضوع صغير خالص في مكان صغير في الكنيسة. بدأ إن احنا نتعلم الحاجات اللي حسينا إن المخدومين محتاجة إن هي تتعلمها. عدى وقت من الزمن يعني وتعلمنا الحاجات دي، فحسينا ان الموضوع ممكن يكبر عن كده ويزيد عن الاثنين ثلاثة دول. اعلنا في كنائس المحلة كلها ان الاجتماع عندنا بقى متواجد، وان هو هيقدر يعني يقدم الخدمة دي. يعني عم صبحي عرفته من كنيسة مريمينا لما اعلنا في الكنيسة هناك، وكان التواصل معاه عن طريق ابونا. فمن بدأ من هنا ان انا عرفت عمه وبدأ بقى التواصل معاه. يعني كانت اول زيارة لعمه في البيت. من بعدها عمه تشجع جدا، وده كان الغريب يعني، ان هو لا من اول مرة عمه قدر ان هو يندمج في الجو، وقدر ان هو ينزل، وقدر ان هو يتغلب عن الفترة الكبيرة اللي كان قاعدها في البيت بعد ما حصلت المشكلة في عينيه. فقدر ان هو يعني انا استغربت ان هو قدر ان هو ينزل على طول ويخش في جو الاجتماع، وواحده بواحده لقينا الموضوع اتطور. يعني بدا عمه العلاقه ما بيني وما بينه كانت يوم واحد في الاسبوع، كان اللي هو يوم الحد، ده كان يوم الاجتماع بتاعنا. بدانا في الاجتماع ان احنا بدانا ننمي بعض الجوانب، جوانب روحيه، جوانب اجتماعيه، جوانب ثقافيه. بس كان بعد فترة كده حسيت ان بقى في بيز لحاجات، ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجات اكتر مع بعض. فالموضوع اتطور ان احنا بدل ما كنا بنتقابل يوم واحد في الاسبوع، بدأنا لا ان احنا ممكن نتقابل في اكتر من يوم في الاسبوع، في مكان تاني غير الكنيسة، في بدل ما زوره في البيت لا نخرج مع بعض، نروح نقعد في حتة حصلت مثلا مرة او كذا مرة، يعني نروح ناكل حاجة مع بعض. فبقى من هنا بقى الموضوع اتطور، وبقى في البيز اللي تسمح ان احنا نجرب حاجات جديدة سوا. اشكر جدا جدا جدا
اللي هم خدوني معاهم الاجتماع. حضرتك الاجتماع دوت حسيت فيه بالمحبة الحقيقية اللي مش موجودة عند أي بشر، وحسيت بيه كمان إن بيخلوا للواحد كيانه ويحس إن هو بني آدم. يعني حتى لو عنده أي تعب عاقة أي حاجة مهما كان ظروفه إيه، المحبة بتخلي الواحد ينسى الحاجات ديت ويمشي. يعني أنا بمشي في الاجتماع هم جايبين لي العصاية اللي هي في إيدي ديت السحرية ديت، العصاية دي بتتطبق كده أربع عقل. أنا ما بكون دلوقتي، الأول ما كنتش بنزل مثلا حفلة فرح ولا حاجة أو عزاء أو أي حاجة، كنت بخاف لأن ما كنتش بشوف حد، وكنت بمسك عصاية خشب اللي هي مؤيد معوجة دي. دلوقتي خدت العصاية ديت حتى ما باجي أسلم على أي حد في الفرح بقوم جاي حاططها في ايدي كده كده كانها ملهاش وجود، واسلم عليه ازيك مش عارف ايه وعامل ايه كاني بشوف بالظبط ولا اي عقل. عمو كان في ميزه حلوه قوي ظهرت بعد ما اتعرفنا على بعض اكتر، ان احنا كان ممكن نعمل اي حاجة من اول مرة. يعني انا اقترحت على عمو اي حاجة جديدة عايزين نجربها او حاجة جديدة عايزين نعملها مع بعض، كان على طول عمو يتشجع ويقول لي يلا يلا نجرب ويلا نعمل ونحاول ونشوف الحاجة دي حتى لو باظت نحاول نعملها تاني مرة واثنين وثلاثة لحد ما الحاجة تنجح. الموضوع ده بقى ظهر في كذا حاجة، يعني ظهر اول مرة ظهر مثلا في الكرازة. دخلت مع عمو كرازة السنة اللي قبل اللي فاتت 2016، دخلنا دراسي. اي نعم ممكن ما نبقاش طلعنا بنتيجة كبيرة، بس قدرنا ان احنا نثبت وجودنا وقدرنا ان احنا نبقى عملنا حاجة وجربنا حاجة جديدة مع بعض. السنة دي بقى كمان في 2018 دخلنا بقى، بس المرة دي الموضوع كبر، يعني دخلنا دراسي، دخلنا ترانيم، عمو دخل المسرح، بدأ ان هو كانت اول مرة طبعا يعمل حاجة زي كده. وكمان المسرحية دي خدت المركز الثالث، لسه كانت النتيجة دي طالعة من قريب يعني. فدي كانت حاجة طبعا أنا بعتبرها خطوة كبيرة جدا إحنا مشيناها، وحاجة كده لا حاجة عمري ما كنت أحلم بيها ولا حاجة كنت أتخيلها، بس فعلا هي إيد ربنا بقى اللي اتمدت، وإيد ربنا هي اللي خلصت كل ده يعني، وخلتنا إن إحنا ما نقفش عند حاجة كده معينة ونبقى دايما عايزين نطور وعايزين نزود يعني. حاجة تانية ظهرت برضو الفترة اللي فاتت دي، احنا بيبقى لينا تبع الخدمة اجتماع بتاع ده مؤتمر سنوي، يعني بيبقى في اخر الصيف كده بيبقى لينا المؤتمر بتاعنا. عمو دوره اتطور من ان هو كان مخدوم ان هو بقى خادم. عمو بقى مسؤول عن مخدوم جديد لسه جاي الخدمة، بقى هو المسؤول عنه، قاعد معاه دايما بيشوفه محتاج ايه، احتاج حاجة هو عشان لسه الشخص الجديد ده مش قادر يطلبها لأنه جديد، فهو كان عمه يساعد، عمه يقول له انت محتاج ايه، على طول يسأل عليه. حتى بعد المؤتمر بقى في علاقة ما بينه وما بين الشخص ده، بيتصل بيه دايما في وسط الأسبوع يسأل عليه طب ما جيتش الاجتماع ليه الأسبوع ده. فهنا كان باين قوي تطور عمه من ان هو كان مخدوم الى ان هو بقى بيخدم، وهو بقى ليه دور فعال في الاجتماع. عمه بقى مسؤول عن الترانيم اللي احنا بنقولها في الاجتماع، عمو بقى مسؤول قبل الاكل هو يجمع الناس ويجمع يقول الترنيمه اللي بتتقال قبل الاكل، كان هو المسؤول عن كل ده في المؤتمر اللي فات. فطبعا انا بعتبر دي برضو من احد الخطوات الكبيره يعني. السنه دي بنعمه ربنا دخلت كرازة، بس دخلت دورة، دخلت ترانيم ودرس كتاب وعملنا مسرحية. وعلى فكرة المسرحية التصوير بتاعتنا أخبرتني امبارح بس احنا خدنا المركز الثالث فيه، بقيت سعيد جدا 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 بالخبر ده، والتصوير بتبلغهولي بقيت ساعات الدنيا كلها عندي. يعني لو حد قال لي يعني انت جاي لك 1000 جنيه ولا جاي لك 5000 جنيه
مش هفرح قد الخبر ده. حسيت اني بقى ليا كيان وليا اسم وليا اني بقيت زي اي حد في المجتمع. فالموضوع ده شجعني كتير قوي. حتى بايه ما كنتش بعرف احلق دقن لنفسي، بدات احلق لنفسي بقيت قدام الشجر كده قدام البيت، انزل اسقي الشجر ده ارويه، واللي عاوز اي حاجه مثلا محتاجها اعملها له. يعني واحده عندها لا مؤاخذه كرسي الرجل بتاعته مخلوعه ولا حاجه، خدها عم صبحي سمر لي ده اسمره لها. بداوا الناس يندهوا عليا زي اي واحد ما مش تعبان ولا حاجه. انا بحب التمرين جدا، فانا لما اخواتي جولي دوم وقالوا انزل الاجتماع وعلموني كتير، علموني ترانيم وعلموني يعني ايه درس كتاب، يعني ايه محبه ربنا، مسرحيه كان امنيه حياتي. يعني انا عشت مفتح 40 سنه، انا ما كنتش اتوقع ان في حياتي اقف قدام مسرح وقدام جمهور، عمري ما كنتش اتوقع. فانا دلوقتي اشكر ربنا الحمد لله بالحاجه اللي ربنا اعطاها لي ديت، انا بشكره عليها وبشكر محبه ربنا كتير. فده كان دور الاجتماع في ان هو اتحول من دور روحي بس الى روح دور اجتماعي، وده من غير ما انا اقول او من غير ما انا اقول للعمو يا عمو اعمل كذا، لا كان عمو هو فجاه كده، لا انا نزلت اسمع يكلمني يقول لي في التليفون ده انا نزلت النهارده تحت البيت جبت مش عارف حاجه من السوبر ماركت اللي تحت، نزلت النهارده اشتريت الحاجه الفلانيه، نزلت بالعصايه مشيت من البيت لحد الكنيسه من غير ما انا اقول ولا اقول له عمو طب جرب طب اعمل، لا هو كان لوحده كده ويكلمني يقول لي انا عملت الحاجه الفلانيه. فطبعا دي انا حاجه بعتبرها كانت حاجه مفرحاني، يعني لان عمو فعلا من الناس المميزه، الناس اللي ليها عمرها ما هتقف عند حاجه معينه، وانا متاكد ان احنا لسه هنقدر نطور ولسه هنقدر نخرج من اي حاجه تحسسنا بالاعاقه اللي موجوده دي، لان هي مش اعاقه اصلا، هي خلاص احنا الفرق بقى احنا بقينا بنعمل كل حاجه، بنمشي بنروح بنيجي، دخلنا كرازه خدنا مراكز عملنا كل حاجه، فما يعتبر ما عادش حاجه ناقصه. يعني انا بقول للعمو شكرا على كل حاجه انت قدمتها، ولسه احنا طريقنا طويل مع بعض، وزي ما انت قلت لي من شويه احنا مش هنسيب بعض، فلازم احنا لسه هنكمل ولسه عايزين نطور اكتر من كده كمان. انا وانا قاعد في البيت كنت بخيط، يعني عندي قميص كان اتقطع فعاوز الضم الابره، فطبعا مش لاقي حد يلضم لي الابره ما انا قاعد لوحدي، فقعدت افكر طب اعمل ايه عشان انا ما احتاجش للغير، اساعد نفسي ازاي. جبت حته سلكه بتاع كهربا اللي هي فيها شعري دي، قمت جاي شالت شعرايه واعملها في الفتله كده. انا جايب على فكره الابره معايا والبكره اهي لحضرتك، باخد الشعرايه ديت بتاع دي حته سلك الكهرباء انا قطعها من بتاع الكهرباء، باخد انا الفتله كده وبحاول اساويها الاثنين على بعض على سبيل لما يخشوا في العين بتاع الابره يبقى ايه الاثنين الفردين يخشوا معايا كده اهو. لو اول مره ما جاتش معايا بحاول اخد شعرايه تانيه اهيت واحاول بهدوء كده الفتله دلوقتي بقت في الابره اهي، بقوم انا جاي اعملها مجوز كده واعمل لها زي حاجه اسمها احنا بنسميها عصفوره
واخيط بيها اي حاجه انا عاوزها وما احتاجش لاي حد. حتى لو اي حد في الشارع، واحده غلبانه، واحده نظرها ضعيف، ممكن تدي عليا تقول لي يا عم صبحي لو سمحت تعالى الدم للابره. انت بتلدمها ازاي؟ بقول لها انا بلدمها بالطريقه كذا كذا، الفتله هيت والابره هيت. وده الاختراع اللي انا اخترعته لما حسيت انني مش هعرف اعمل اي حاجه لوحدي، حبيت اساعد نفسي واعمل الايه؟ الاختراع دوت. ولأن عم صبحي لمس إيد ربنا في حياته، عنده رسالة عاوز يقولها لكل الناس اللي زيه. وأنا عاوز أقول لأي حد عنده أي تعب مهما كان، نظره راح، رجليه مثلا حصل لها اي شيء، اي عاقه، يرضى بحكم ربنا وما يستسلمش، ما يستسلمش للمرض. ليه؟ المرض بيجيب احباط، بيجيب تعب، بيخلي الواحد مستنظر الموت. شوف لدرجه ايه حضرتك، بيبقى مستنظر الموت، يقول انا هموت امتى؟ ليه؟ لانه محبوس. إنما لما ينطلق ويروح الكنيسة ويلاقي ناس بيحبوه وبيساعدوه وبيقدروا كل طلباته، هو كمان عاوز المكافأة اللي الناس دول بيدوها له، هو عاوز يفيد ناس تانية بيها. يعني أنا لما أحس أي حد محتاج مساعدة أنا بنزل وبساعده، حتى لو المدام بتاعتي في البيت هي تعبانة في صدرها شوية، أما بتحتاج أي حاجة من تحت باكو شاي، طعمية، نفطر، أي حاجة، أنا بنزل باخد عصايتي وبمشي، هي الدليل بتاعي وبنزل. لو واحد دلوقتي لو واحد تعبان مثلا ولا حاجة أكتر مني، عم صبحي أنت رايح فين؟ أقول له رايح أجيب طعمية. قلت طب ممكن تجيب لي معاك؟ أقول له حاضر. أحس بقى بنعمة ربنا، وبحس إن المسيح بتاعي حي ومحب، وهو صديق، وهو اللي بينور الطريق، وهو كل حاجة في حياتي. لو في حياتك متاعب أو مرض أو نقط ضعف، عندك صديق مش ممكن يتخلى عنك، لأن محبته ليك ملهاش شروط ولا حدود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الإنسان اللي عنده ضعف أو عنده احتياج، قد يكون بعض الناس مش مقدرين، وقد يتعاملوا مع الإنسان الضعيف أو المريض أو المعوق أو اللي ليه قدرات خاصة، يتعاملوا معه بعنف أو عدم احترام أو عدم تقدير. وإحنا في حلقات سابقة قبل كده اتكلمنا إن إحنا مفروض كل البشر يتعاونوا مع الشخص الضعيف. افرض الناس ما سمعتش وما استجابتش وإنت عندك هذا الاحتياج، في الحقيقة مش هنلاقي تعزية أكتر من المسيح نفسه. لن يتخلى عني في ضيقتي أو في تعبي أو في ضعفي، حتى في خطيتي. في تجسد ربنا يسوع المسيح ظهر من تعاملاته مع البشر إن هو بيدور على الفئات المنبوذة والمهملة ويتعامل معها، لدرجة إن اليهود اعتبروها نوع من الاتهام والشتيمة. قالوا للتلاميذ أن معلمكم يجالس العشارين والخطاة ويأكل معاهم، كأنها تهمة. وساعتها المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. المسيح جلس مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وتكلم معها وقبلها وقبل توبتها. المسيح تكلم مع السامرية بالرغم من سمعتها الوحشة والخطية اللي هي عايشة فيها، وقبلها وخلاها كارزة.
المسيح دخل ليبيت في بيت زكا رئيس العشرين المبغوض من الناس وبيتريقوا عليه عشان كان قصير. والمسيح لمس الأبرص. تخيلوا المسيح في كل المعجزات كان ممكن يعمل معجزة بمجرد نطق الكلمة، لكن لما جاء عند الأبرص لأنه هو الناس بتخاف تلمسه لألا يتعدوا، يقول الكتاب لمسه أولا وبعدين قال له أريده فأطهر، عشان اللمسة دي بتبين لأن أنا قبلك وانت حتى أبرص، مش هقبلك بعد ما تشفى من البرص، أنا هقبلك وانت أبرص، عشان يقول لنا اوعوا تحسوا ان انتوا غير مقبولين، الله بيقبلنا بالرغم من. وهذا القبول دعوة ان احنا نتغير ونثق في انفسنا ونتحسن. وفي الحقيقة كل انسان يتعامل مع المسيح في مخدع الصلاة يخرج متعزي وشبعان وفرحان وحاسس ان الدنيا مش سيعامل فرحة، لان المسيح بيدخل حياتنا يملاها بالبهجة، يملاها بالشبع، يملاها بالفرح، يملاها بالنصرة. وافتكروا ان معلمنا بولس الرسول قال آية مهمة جدا، اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. ليه طيب؟ ليه ربنا غاوي يختار الضعفاء اللي زي حالاتي؟ قال ليكون فضل القوة لله لا منا. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، وتقول النبوة ليقل الضعيف بطل أنا. معلمنا بولس يقول على لسان المسيح قوتي في الضعف تكمل. يعني إيه تكمل؟ يعني تحل كاملة. حيث ضعفك قوة ربنا تحل كاملة. لما معلمنا بولس الرسول ربنا قال له قوتي في الضعف تكمل، كان وقتها عنده شوكة في الجسد بخليه ضعيف مرض، وكأنه بيقول له يا رب أنا محتاج أسافر كتير واتحرك كتير والمرض ده معجزني، ممكن تشفيني عشان أعرف أخدم؟ أنا مش عايز الشفاء لذاتي، أنا عشان خاطر الخدمة. فربنا كأنه بيخيره، تحب يا بولس تشفى تبقى قوي وتخدم بقوتك، ولا تقعد عيان وضعيف وتخدم بقوتي أنا؟ قال له لا، خليني ضعيف واخدم بقوتك. عشان كده الله يعمل بالأكثر في الضعفاء، فإلجأ للمسيح واحتمي فيه. الله زمان استخدم موسى بعد ما بقى سنه 80 سنة، لما كان سنه 40 سنة ما نفعش، وهو في عز شبابه وصحته وثقافته وقوته واتصاله بالقصر الملكي كل ده ما نفعش. لكن لما بقى كحة خالص وبقى عنده 80 سنة قال له تعال اخدم يا موسى. ساعتها موسى قال له من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال له أنا عايزك وانت بتقول من أنا. الإنسان الذي يشعر بضعفه الله يعمل فيه بقوة، والإنسان اللي حاسس بقوته الله يقول له تبرين شطارتك. الله استخدم داود يغلب جلياط وهو كان طفل صغير. داود لما كبر وبقى ملك وبقى حاجة كويسة وقع في الخطية. عشان كده ربنا يقول اوعى تستهون بضعفك، لا يستهن احد بحداثتك ولا يستهن احد بضعفك، بل بالعكس حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. عشان كده كل انسان يحس بضعف في اي مجال، عندك امكانيات قليله في المال، امكانيات قليله في الذكاء، في الصحه، عندك عاهه، عندك تعوق، عندك اي حاجه، ولا يهمك، لان الله يستطيع ان يستخدمك ويعمل بك مجد. الكاتب الماهر إذا مسك قلم غالي وخطه حلو هيكتب مقالة رائعة. طب إذا ما لقاش القلم الغالي اللي تمنه كتير دوت وخطه جميل ولا قلم أي كلام، هيكتب المقالة الرائعة ولا هيعجز؟ المهم في فكر الكاتب. عشان كده الكتاب قال لساني قلم كاتب ماهر. الكاتب الماهر هو الله، ولساني هو مجرد القلم. الله يستخدم أي لسان، فإذا كان لساني ضعيف ربنا هيستخدمه. قال لموسى كده أنا أكون مع فمك، قال له يا رب أنا لست صاحب كلام، قال له أكون مع فمك، أنا ضعيف، قال له أكون معاك. عشان كده ما تخافوش، بس كل المطلوب مننا أن احنا ندخل مخدع نحتمي في المسيح ونشبع به، نخرج منه فعلا الضعيف يقول بطل أنا. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم الأبد.
مهرجان الكرازة حدث بنستناه كل سنة، ومن الرائع إن الكنيسة وعية بأهمية مشاركة ذوي القدرات الخاصة فيه. وهنتابع معاكم الاستعدادات اللي بتعملها أسقفية الشباب عشان تخليهم يقدروا يشاركوا في المهرجان ويكون ليهم دور فيه. زي ما انت شايف اسم الصليب عدد كبير جدا من الشباب من الجنسين، ده دول يعني واحد من الاجتماعات الخاصة بالمهرجان. والمهرجان السنة دي عنوانه نقوم ونبني، نقوم من الضعف والخطايا والكسل ونبني كنيستنا ونبني مستقبلنا وحياتنا كشباب وككنيسة وكوطن. فده يعني المهرجان طبعا زي ما انت عارف بيطلع له 40 كتاب كل سنة بتتوزع في كل أنحاء العالم بسبب حيوية الكنيسة القبطية وولادها وشعبها، هما اللي بيطلبوه وبيقول فين المهرجان فين الكتاب. وطبعا هما بيقوموا بالترجمة لتسع لغات وبينتشر في كل العالم، وتبقى عمل مسابقات في الأول زي ما أنا يعني تابعت في كل سنة، غالبا بيشترك فيه حوالي 1,000,000 من كل أنحاء العالم، بيصعد منهم 100,000 وبعدين 10,000 وبعدين 1,000. دول بيقابلهم قداسة البابا في الحفل الختامي ويديلهم الكأس العليا، أعلى كأس في المهرجان، بعد ما ياخدوا هما الكؤوس الأصغر من كده في كل المراحل. المهرجان السنة دي يا سيدنا بيدعم ذوي القدرات الخاصة؟ طبعا ده دول ليهم عندنا أولوية، لأن دول هما اللي ممكن يبهم يتهمشوا بسبب ظروفهم الصحية وغيره، فأنا عندنا مهرجان خاص بيهم. وكنا لسه قريب في العدرة الزيتون عاملين لهم احتفالية ضخمة كلهم من ذوي القدرات الخاصة، أبونا بطرس جايد بيساعدنا فيها، وبيجوا كلهم وبكل ظروفهم الجميلة دي، يعني سواء الإعاقة البدنية والإعاقة النفسية والإعاقة الذهنية، كل دول ليهم أنشطتهم المناسبة لهم بيعملوها ناس متخصصين من أساتذة الجامعات تخص هذه المرحلة وهذا النوع من الأحباء. فبيبقى مهرجان مهم جدا بتاع ذوي القدرات الخاصة. احنا كان زمان بيسموهم ذوي الاحتياجات الخاصة، واحنا بنسميهم ذوي القدرات الخاصة، لأن مش هنسى طفل ما كان فقد ايديه ورجليه ببقية ايده فوق وبقية رجله بيعمل لوحات فنية غاية الجمال والروعة. مهرجان الكرازة بيسعى لمشاركة المكفوفين في مسابقات المهرجان ودمجهم في جميع المسابقات، والدمج ده بيتم عن طريق ان الأسقفية بتقوم بطباعة الكتب بتاعة المهرجان في جميع المراحل بطريقة برايل، اللي هي الطريقة المستخدمة للقراءة بالنسبة للمكفوفين، بالإضافة لتسجيلات صوتية لمواد المهرجان ليسهل الاستماع ليها، والتسجيلات بتبقى بجودة عالية من خلال استديو موجود في أسقفية الشباب. هو المهرجان بتاع السنة دي مختلف شوية، أساسه نقوم ونبني، فواخدينه من كذا اتجاه. وكمان السنة دي البلد كلها مصر بتشتغل مع كل الوزراء على خدمة السم وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الحقيقة الكنيسة هنا بادية من زمان قوي، لكن السنة دي ليها طعم تاني وليها فكر تاني من خلال طبعا توجيهات قداسة البابا تودروس ربنا يديم رئاسة كهنوته، ومن خلال سيدنا المحبوب خالص نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى ونيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل. ابتدت تعمل ورش عمل وابتدت تشتغل على مجموعة من الكنائس الكبيرة على مستوى الكرازة، وابتدينا كمان نعمل زي فرق لتعليم، مثلا أنا هكلم على لغة الإشارة، تعليم للغة الإشارة في من خلال كل الأبرشيات. يعني بنعمل مؤتمر على مستوى راقي جدا في بيت ماري مرقس بالعجمي لكل الأبرشيات لكل مكان في مصر عشان يتعلم الإشارات الكنسية المسيحية اللي هي ممكن بعد كده
يقرا فيها كتاب مقدس، يعرف يعني ايه سير قديس، ومن خلال الكلام الجميل الحلو ده ممكن نعلمهم كمان ونعمل حاجات كتيره لورش العمل. هو النهارده خدام الانشطه وخدام الفئات الخاصه، لان تعليم الكبار وصم وبكم والمكفوفين كل دول فئات خاصه. فالنهارده اليوم بعد اللجنه التحضيريه ما اجتمعت، قبليها اللجنه المركزيه وخدنا الشعار نقوم ونبني، بعد كده اللجنه التحضيريه اجتمعت جمعت كل الكتب، وكتبنا في فتره اللجنه التحضيريه دي عدد كبير من الاباء الكهنه والخدام والخادمات واسقف الشباب كلها، طلعنا الكتب. النهارده بنيجي في هذه اللقاءات بنعرف كل خدام المهرجان وكل الخدام اللي هم تابعين لمهرجان الكرازه ايه الـ 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 النشاط بتاعه او الكتاب بتاعه، محتوى الكتاب كله بنعرفه للخدام والامناء علشان يقدروا يدرسوه عندهم في الكنائس، يبقى عندهم اي جديد واي نشاط. السنه دي عملنا حاجه كويسه جدا، لكن الاعداد بتبقى متكدسه جدا في الكنائس وفي الابروشيات، فاللجنه بعد لجنه التطوير في المهرجان قاموا بعمل حاجه جميله جدا، ان هم ثلاث مسابقات هيمتحنوهم في الابروشيات اللي هو الدراسيه والمحفوظات والإبطي، هيتم امتحانهم في الأبروشيات عن طريق الأسقفية. في الأول إزاي عايزة تتعلم ثم بوك، هي عايزة كانت نفسها تتعلم وتكبر وتفهم أكتر، تشوف تتعلم إزاي في المسابقة، كانت تشوف الأنبا موسى وفي الكتاب فعايزة تعرف، وقد حياة قديسين ازاي المواضيع تقدر تعرفها، تعرف السؤال عن مين وازاي علشان تفهم وتبقى خادمة بعد كده، تعلم في عشان في المستقبل وتساعد اطفال ولما يكبروا تساعدهم برضو، بتتعلم الكتاب المقدس أجزاء من كتاب المهرجان، وفي المسابقة بتشكر أنبا موسى كتير. زمان في الكنيسة كانت في مصر الجديدة وقت التعليم كانت مش عارفة ازاي ايه السبب، فبقت التعليم الصم بكم زي اللي بيتكلموا، بقوا الاتنين في مستوى واحد فبالتعليم بقى أحسن يعني. بتتعلم عهد جديد وعهد قديم ومزامير وكمان ترانيم وألحان، وبتحفظ بتفهم، فهي بتكبر وبتبقى أحسن، بتعلم أطفال هيبقوا كويسين فاهمين، بتعلم وتسأل وتفهم. مهما تكون مشكلتك أو ظروفك، خلي دايماً عندك ثقة إن إلهك مصدر قوتك، وهو صديق أمين جداً هيساعدك على تحقيق أهداف عمرك ما كنت تحلم إنك توصل لها. عشان كده لازم تكون ليك عشرة حلوة معاه، سلم له حياتك وشوف هيعمل إيه معاك وبيك. بيسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم على الأرقام دي 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv. أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوايا فنان لكن مجروح، أقدر أكون إنسان
مكتبك.